تمركز الدهون على مستوى البطن أو ما يسمى بالسمنة البطنية فهو مشكل صحي خطير كيقدر يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى، أولها مشاكل على مستوى الجهاز الهضمي، كذلك مشاكل على مستوى الجهاز التنفسي، مشاكل وأخطار أخرى على الصحة كمرض السكري من نوع ثاني أو الظهور ديال أمراض القلب والشرايين. جميع هذه الأخطار لا يستهان بها، لذلك وجب أننا نتبع واحد المجموعة من النصائح باش نتفادوا الظهور أو التمركز ديال هذه الدهون على مستوى البطن. التمركز ديال الدهون على مستوى البطن كيكون مصحوب عادة بتمركز الدهون على مستوى الذات ككل، يعني زيادة في الوزن ككل أو حتى سمنة اللي هي كتعتبر حالة مرضية واجب العلاج ديالها بطرق مشخصة وبطرق علاجية محددة اللي كيحددها الأخصائي في الحمية والتغذية أو الطبيب المعالج للشخص.